عسلامة عسلامة عسلامة. عندي اللوحة دي في العلوم، مش الفاتح ولا في السيرمون ولا في الرز. قاعدة نفكر شنو اللي باش نرسم فيها. عندي لوحات أخرين، لكن أنا ديما نستشير الناس قبل ما نعمل موضوع تجريدي، اللي كما قلت من وحي الخيال او من وحي الفكر، ويكون معناها ويكون حسب تفكير المشاهد، حسب تفكير المشاهد. معناها المشاهد عنده يد، عنده مساهمه سواء بالفكر ولا انا بساعد. معناها انا اللي نرسم، لكن زاد تفكير الناس يشجعني اني نلقى افكار معناها مسالمة وآمنة وفيها الخير وفيها النسيج بكامل النسيج الاجتماعي المتفق، اللي خطر ما خيرش من بالحب والسلام والأمن للناس الكل، وربي يرزق الكل ويرزق الناس الكل، ينجح الناس الكل، وربي معكم. نتمنى الخير للناس الكل. عليش لبست هكا مية انا نحينا الولد بيا كباهي صفاء نسيرش نعملو الحاجات الكل بالاسم بالكاسكيت، والا بلاش نحطو كاسكيت زرقاء. والله باهي كاسكيت حمراء وكاسكيت زرقاء، انا من الفولاذ حمراء والكاسكيت زرقاء وياسر حاجات معناها وخضراء والالوان الكل معناها مسميش مشكل. في اخر الامر كلها الوان متكامله، واللي هي تكون الوطن. صحيح الوطن وتمادي الوطن سواء في تاريخه ولا في حاضره ولا في مستقبله. هيك هو عصر الانسانيه المتطوره. ربي معكم، ربي يوفق الكل. وبعدنا على شنو؟ على الفتن المبيده للكل. طبعا ديما بالتحديد على الخير. ورقة صافية فيها لون لكن فيها صفاوة، وصفاوة ذهبية. يعني عواطف الإنسان ولا نفسية الإنسان ولا قلب الإنسان ولا الأمل متاع الإنسان، خياله في المستقبل مخططاته تكون ذهبية راقية، تكون ذهبية محترمة وباهية، ومعناها تتمنى الخير للناس الكل وبعيدة عن الحزن وعلى كل الحاجات المؤلمة والخطيرة. إن شاء الله ديما في خير وسلام والأمن للناس الكل. ربي معكم.